مانتا كل كذي يدك كذي لهاستاني أفسي أرجعك هسي تريني يا وادك دمير ملكو آساي وادك أي ملكو آساي وادك اللحم دو ملكو آساي أنا شغلات حسين شبنا وأنا صار نوال أبنه بحيين أربع نقارنا إنكم مشغولين بحوار ولا لا إلهي هاكو حفظه إلهي نحكاك بتعدوه إلهي وحن كبرينا وحبشتني شيطان مأكسب حافظ قرآن تاي قرآن كحول بكوين إن عبشد هالقلين قرآن ما يقانا دين ما يقانا قال الله سيسكم يديه والله إذا كان هذا استدق شيخ هذا هو هذا شيخ هذا كنت رب قرص الله إلا إيقا الدين إيمانك إلا إيقوا وح الله عليه وحييه وحاس دقها ودقه ولا لا الله أكبرك يا دقات الدقيق يمرس إنك لدقني وحور ديارة الويخ ولا لا هكا عبساني وش وقوك ومتبعي حقي بعد الله أي والله بالله وامرك اللي بيسان لها يقول لي بي الله كلمك لها إلهي صدر يلا بس هنبت نسود داشيناي مركان إلهي واكتاريناي مركان نول بها تعقلي وياشي إن أي كريسين جيرين واحد كذلك صالقة عطاشي والله وحسن مركي أو لبركان تقيدات يدوني ذا باللقو بها يدقال كنلقو سعودي كهرهو كجيري تونينا وي كجيرتي ما تاسر قستين لعاك اللي سوسي إنت كلام بحين ميت كودي أي لا يوار بعض بعض كأي مبات النصغة أي ميت كود كتينا نقاد ولا تصل وتصل قاضنيا ماشان تاريخ خالص الصومر اللي والله سكرنيا مرتا ولا الوحي هو تشوتشيني كوب كي إلهي وبرسم إلهي أقبل شيء يصير نبض يا ربي كل شديد واي مرتا هو مرت إلهي قبلنا هي اللي هو بابينا حقي بافيرات الله هاي اسم برتشيني نبض بيسني سال ولا لا أنا عفسني ولا واكو سلام يا مرتا أنك تصوحنا يا هذه أبي أمة سنتة ولا شاسي مركا كسو هذا ليس شيكتي ولا الباقات ككجرة ما حاك قدر إلى دولان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة ما شاء الله ولا الآذن قالي أرت إلهي هك حفظ إلهي هك حفظ الدنيا آخر بمارنا ما لا ري إرم هو بلترا ودوديسة هو بذل هاي إلهي الدلمك أسوء نفتيسك بالله نفتيك وحرم يا ربي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا حسد المؤمنين هديك هذا للحايان حرامك هذا للحايان امرنا ايضا هدل شيغان هو شيغ للحايان بدت كاس امرنا كوكريب للحايان مركم ولب ملكو قادايو حرم سو الهي غلسي ادين شر الشيطان الهي كوريب ان شاء الله ولك جزاك الله خير ولك ومهتسن يحي ورال باقتك كجرة السلام عليكم وعليكم السلام وين مع هذا نوانك سلام لي عفريت تبغى بقولك وحن ربعين إن كار الله أرنت أنا كار ليسيد إن فرد الله كوفتي والله كبركيو لما أنت نبى آمين أرنت أنا وأرن أن أبا هنين معناه إن ذا ديك كول وشو ما هن وح صح أو حاني نينك قف كإسلام كاهي قف ما حبارة إلا حقه وكله هي حق له وجوه حبار مايو niman kan waa niman masiiba wadanka loo soo diray waad u baa wadanku adiyad baahin allah ku xiftiyo hal arin baan ku siinayaa oo tala walaalow macdateynta isku akhri gurigaaga ku akhri habeenkii marka aad seexanaysid 10 tufo bas inta saa kugu filay ilaahay isku xir dadkaaguna way ku baahayeen iyo dalkaagu ma ahan wax gorgortan laga galayo iyo wax xarsi gelin iyo waxan ma ku xarsi gelin karaan waxaad sameysaa kalaamka ilaahay akhriso معلتين كأخرسو علموا يرى قرآن سسع خلاص تتكاعد أنا ووأود أرنت هذا الدمال مهم أنه قشرت الله كوفتي ولا شيء هذا وما تنتهي مارك يسوي ولا ألف ربنا يسوع تماية ولا لها سوع تماية وحنش على هاي إن مارك يسوي كان السيو كرن الجيل يا سقو المدة إن ومعني هذلاي سوري وحنا كان كل هذلايا ويل والب ديجلي مرفلا وده شيء بشه جريوين وده شيء بشه بنادر وده شيء قلعت إيه مسجواي حردارة يهوبيو قال كعي يعذادو روس مرابيو قريعل جلينسور مطبان إيه عالبور جوجا نقول كاتيدنك حرين إيسان ويا كورنيل جيل كورنيل جيل أدو جريون إيسان دت كي لها وإذن صوت دوام مرينا نقول كي إذنك إلهي إذن مكان إيسي ayay rabaan inay qaataan waa fiir siyaasad baa la ciyaaray idinka ayaga xagga ku baabaana la yiri kuwa dulkooda xoreenaysan baraway la yiri anaga iskala
براو اي ليه انا اسكل اي قول دقمو كم قعاو لابا بقول يصدن دور رول ايدين سيو قلن اي قرام واب حدات حشانه ما امريين ايو ارزاق ده الهي باب بحية ما لابا بقول يصدن دولار الهي كما سوكوين ارزاق دين ما مشو كسوكوين انتا سوكوين ربي ارزاق دين مي ابترسي مدين ما وزارة قاشان ديقا مي وزارة قاشان ديقا ما داد باد كدالتين داد كاتو دالتين هنداد مقع هراب اي مقع وحالو سوقاتي ايشي دولت شار دولت بالو سوحرتي داد كات كدالتين ديغان كاتو دالتين كواد بلكو دو حرو نيسان اد حرو نيسان ايا ادين سو دوم رو شاگان ايا ما حد اوغو گيريو نيسان كاسو بحا دقال كاس دقال حد اي كوكي قيامات قبل اوانا شبلا دوس بلدوين واكا دفين سي كجران حباد له قدو دفين سي كجران مريحان كي رحوين تميش جوكتا انا اسكد عيان ييد سو يعد ان بودلان واكا واوجيدين يا حكو ديمانين كوي دولكود اد خرينيسان اد دحانتو اوجيفتان اي قبوغا يو قرخدا اد جوجتان برا وي رويناي حوكو قبسدان مخا كينايو مرك وزارده غاشانديكو كوم افترستين دولكاد كو افترستين اي ديغانكاد كو افترستان اد دغنتين اي ددكاد كو افترستان بو هنددا او بينا اينن كو غولايسنين ايا لو سو ديارنايا شرر موقد اي كوبو قرسون كاسوبخا ilaahay cimrigeeni arsaqdin kuma soo koobin $200 ay mooryaan idin siisay dhulkaas ku geeriyoonin raxan raxan u soo baxa wixii idin kor yimaadana birta soo leefiya soo gala shabeelada hoose assalaamu alaykum raxmatullaah soo gala shabeelada hoose cornel geel ayaa yiri ereygaasi ma sahlana waxaan xusuustaa markii 14kii juun lagu laayay wiilal digil iyo mirfla ah buluqley iyo gaalkacyo iyagoo waxba galabsan oo meesha iska joogay life of markaan soo galnay aan dhana ka soo guura dhulkaasi shabeelada hoose asoo dhaafina habar gidirti studiyaha soo qabsan jirtay waxay dhig jireen walaalayaal oo baa ee bakool u gudba shabeelada hoose ha ku hakanina maxay diidanayeen hadda is weydiin karta marka waxaan rabnaa inaan markayse macne aan ogaano dadka reer Mainland Cornel Geel la idin dhameeyay war cambe iyo babay iyo nolol oo dhan shabeelada hoose imow gabdhaha biimaal guurso imow gabdhaha banaad reer xamar guurso 12 koofi guurso digil guurso war kaalay digil iyo mirifle war waaqadaada kaalay badaada kaalay hello hello ha maxaa ku dari lahayd adoo raali ah waan ku salaamayaa hortaan ariga jamaa fikr waan ku salaamayaa macallinka lugeeya horta xaq baad ka hadlay shadarrad ee kama hadashid nina kuma duushid qofka binu aadanka walaalka hadii laga gardaran yahay inaad u heliso weeyo haddu gardaran yahay inaad qabsato weeyo horta habaarka cid alaale cid wax maxaytay aad wax yeeshin ma jirto nin muwaadin baa tahay ilaahay garabkaaga ha galo adoogaagana la hajabiyo sida aad xaraasha u cunaysay xaraato u diidaysay baadalka uga soo horjeeday joogta ugu bixinayso soomaalinimo horta waad ku mahadsan tahay baana ka dhaba marka haduu kaasoo habaaro xarm iyo haduu masaajid kaasoo habaaro iyo haduu gurigii hooyadii kaasoo habaaro horta wax xaq uu kugu leeyahay ma jirto laakiin waa bardaanana ninkani oo masaajid jooga masaajid kana waxay wadarkaysa iyago xaraanta cunayo boobay in xaramka ilaahay tagayeen oo lahayn waa soo cimreysanayna dambi baa iska soo mayreyna qof xaraan cunayo haddana tagaya muxuu ahaa xaram tagaya iyagun baa lagu arkay bardaanana dadkan bardaanana ee tuugsanaya habaarka qaba ee qabyaaladda iyo curfiga iyo musuqmaasuqu xadheeyay meeshan dawladdi kama jirto aruha lay ciidamadana maxay tahay waxa lay ciidamada lagu tabcay ee Soomaaliya ku isman nin waroob gurigaagi qabo nin waroob gurigaagi oodo nin waroob gurigaagi ba ku baahan idlaha ku dhimanina weedarkaysan saraakiish weel dhameeyay waxa lagu dhameeyay weedarkaysan intii aad ka hadlaysay marka horta ciidankani mid degelaba ma hawa in odowana waa laga qaaday inta kan waa la marinaya meesha tan waxa ku xageya malinaad noow meeshan waxa furaha u haya Soomaaliya ninka leeyahay inuu Cumar Geelle waxan oo kale waa gacan yarayaal sida uu reerkiisa ugu koobo Jabuuti ayuu yiri nu warowba isugu koob waad aragtaa Xasan Sheekh maxay ahayd meeshii isaga qabsaday iyo inta la shaqaysata
een baad aragtay maxay haytay waqooyiga waad aragtay waxa lagu sameeyay dadkan waad aragtay sida uu muuse bixii isugu koobay waad aragtaa ee jabuuti sida loo isugu koobay hadaan yacla iska dhihinna waxaan kugu cidhi dadka iyo dalkuba way iibsan yihiin laakiin waxaan leeyahay war soomaali waxa u dana marka hore na walaba inuu goofkiisa xoreysto goofkiisa markuu xoreysto oo waxay markaad madaxa meel lahayshaa minjahana meel la raadiyaa markaasaa warkaa soomaali maxaa inoo dana in la yidhaahdo laysugu yimaado ilaahay la baryo lays casiyo maxaa inoo dana la yidhaahdo oo laba la kala qaato in waliba gobolkiisa iyo maradiisa yaru halkiisa iska maxay ahaytay iska hoos fadhiisto ilaahayna ku sugo iyo in la yaabo sidan nolol maaha baddii dhacantay oo irsaaqadii maxayta macdantii la guray oo dalku waa baaba oo ciidan ma haysano oo magaceenu uu baabayahay aan dee maama dhagaysan aan samaysana dowlad loo dhan yahay markaa labada waddo unbaa furan laakiin waddada dowladnimada waxaa lagu gaaraya iyadoo reer waliba gurigiisii uu ooto kuwanina meesha ku dambayn doonaan garan mayno waxaa la baday waxaa hortooda la dhigay gaajo waxa hortooda la dhigay dhiig waxa hortooda la dhigay qabyaalad markaa sagaal cudur bay qabaan oo sagaalka cudur oo midna daawo lahayn ilaahay ku godgalaan mooyaane waa argagixiso akbar iyagaana ah waana dadka laynaya waa dadka aad aragtay ee laleeyahay waa dowlad dhexe ma jirto haddeerba reer koonfur galbeed oo gurigiina oota ciidamada idinkaga jira maxay ahaytay ciidamada laleeyahay waa dowladdowlad ma jirtee guryo kale maxayta ciidamadin iyo ku dhiman idinkana yaan guryaheni loo soo duulaan tegin oo laydinka qaadin ciidda anugu dadku ma garanayo meelay ku socdaan dadku waxay raadinayaan dal anugu ma garanayo dadku xageebay deganaan jireen dadku mo cirkay ka soo daateen dadkan qaxoontiga ah ee doonaya guryo reerood iyo beled reerood hantida ummaddana urursanaya xaggey joogi jireen markii hore taasana anugu imikaysa weydiiya soomaalinimo way dhimatay nin walooba goofkaaga ayahaaga ku sug ciidamadiina la baxa nin walba soomaali iyo gurigu uu ku dhashay iyo hooyadii aabihii bariska hala cuno halkaa ha joogo intii cidla uu ku dhiman lahaa iminka dowlad qaran baa lagu leeyahay qaran ma jiro ilaa iyo samadkaa dhan ciidamadii waa la madhinayay waa la maduuray waxba kama hanin saraakiisha waa la dhamayay way u dhammaatay haddooda waa laga qaadana inta u dambaysa waxaan kugu cidhi sidaa aan loogu tacsiyadaynin baa ka dhaba sidaa loo laynayaa baa ka dhaba waana loo tashaday dalkana waxa loogu talagalay in shisheeye la siiyo innagana laynagu maaweeliyo dowlad baanu nahay dowlad dhaxaan nahay waad aragtay maxay ahayta wax maamulo meesha ka jira ma jiraan waxa meesha ku jira oo haystaa waa maxay waa qawaarij niqaaman iyo argagixiso maxayta iimaankii ilaahay ka qaaday baa meeshan qabsatay meesha mahad salaad fadhiyo oo xasan gurguurta fadhiyo maxaad ka sugaysa alqabiyaala joogo maxaad horta adigu ka sugaysaa yay kaa dhimatay ashatani markaa inaynu maydroglogno oo ninaan soomaaliya soomaaliya waa khalad nin walaba gurigaaga oodo intii kaa dhimataana allaha u naxariisto xaq bay ku dhimanayaan gurigaaga ha ku dhintaan laakiin guri shisheeyayay kaaga dhimanin oo madaxa laga dhabarka laga tooganin waa khalad adiga waxaad ilaahay ka magan gal sharkooda kula heli maayaan hanti kamaad dhicin maxay ahaytee maad habaarin maad caayin dalkaagii iyo dadkaagii oo la baabi'inayo oo lagu duulay oo la rogayo oo xagga kale loo gadiyayo ayaad ka hadashaa baraarujisaa tirahda war isku filaada war dalkiina hoosu eega war maxay ahaytay tafaraariqa iska daayay intaasaa lagu diidan yahay inaad dadka baraarujisaa lagu diidan yahay soomaaliya inaad wuxu sheegtaa lagu diidan yahay ciidamo iyo maxay ahaytay dan soomaaliyeed inaad ka hadashaa lagu diidan yahay markaa dadku waa rundiid mana rabaan xalaalna ma rabaan run ma rabaan rabbi ma rabaan rasuul lama yaqaanin calayhi salaatu wasalaam dadkan waa munaafiqiin ummadda loo soo diray horta ilaahay iyaga haynaga qabto inaanu iyaga maxay ahaytay meelga soo wada jeesanaa muhiima adiguna waxba ha isku shidayn ilaahay ka magan gal sharkooda